مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. برنامج مكياج وبنات ونجوم رمضان اللي كان من تقديم نور ستارز خلال شهر رمضان لسنة 2019 فاز بجائزة أفضل برنامج رمضاني لسنة 2019، حيث شاركت نور هي الصورة على حسابها على الانستغرام وعبرت عن فخرها وفرحتها لأنها كانت جزء كتير كبير بالبرنامج بهالكومنت. أما عمرو مسكون وقبل شهرين كان عم بيحضر لستاند أب كوميدي لمدة ساعة لأول مرة بحياته في عمان، تحديدا بمسرح الشمس العبدلي اللي راح ينعرض يوم الجمعة الثاني من شهر 9، حيث بلش بيع التذاكر من هلأ. حلم حياة أوزكس هو السفر لأمريكا من لما كان صغير، حيث تحقق حلمه قبل أيام وتمكن من السفر لهنيك، وعم بيحضر لفيديوهات بمناطق وأماكن كتير حلوة، حيث اشترى معدات للتصوير والمونتاج لحتى يكون مستعد لتصوير فيديوهات كتير كتير حلوة. اليوم نزل فيلم Angry Birds 2 بالعربي اللي شاركت فيه دبلجته رنا الدلاتي وكمان أحمد النشيط، حيث رنا الدلاتي أخذت دور بينكي أو بامبي وأحمد النشيط أخذ دور لزقة أو أليكس. نشرت اليوم نيكولوديان بالعربية قوائم المترشحين لجوائز نيكولوديان اللي كانت من بينها قائمة أفضل إنفلونسر اللي كان ضمنها إبراهيم باشا، بيمباز، مينا الشيخلي وحتى تيم الفلاسي، وكمان قائمة أفضل فنانة صاعدة اللي كانت ضمنها ساندرا ساهي، وقائمة أفضل فلوجر اللي كان ضمنها ثنيان خالد، لؤي ساهي، فيحان فاميلي ورزة كمان، وقائمة أفضل فنان صاعد اللي كان ضمنها دايلر، والقائمة الأخيرة كانت لأفضل لاعب فيديو جيمز اللي كان ضمنها نيرو جيمر وحتى أحمد النشيط وكلاي وفير فورس جيمز. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.